الكهربائية في مصر حلول ناجحة وخطوات سريعة. والرئيس يطمئن المصريين، مياه النيل مسألة حياة أو موت ولا أحد يستطيع المساس بحصة مصر. حصاد إخباري جديد يأتيكم من أونلايف، أهلا بكم. أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام إلى أهم ملفات ليلة. ونبدأ الملف الأول، فعلى مساحة تقترب من 12 ألف فدان وبجهد غير مسبوق، افتتح الرئيس السيسي أكبر مشروع للإنتاج السمكي في الشرق الأوسط وإفريقيا. وسينتج مشروع بركة غليول للاستزراع السمكي نحو 100 طن يوميا من الأسماك والجمبري، الأمر الذي سيسهم في القضاء على الفجوة الغذائية في مجال الثروة السمكية. المزيد في سياق التقرير التالي. نحو حماية الأمن الغذائي وتعزيز الثروة السمكية تتخذ الدولة خطوات كبرى بعد أن شهدت محافظة كفر الشيخ افتتاح مزارع غليون، أكبر مشروعات الاستزراع السمكي في مصر والشرق الأوسط. مزارع غليون كغيرها من المشروعات العملاقة التي نفذتها القوات المسلحة خططت على مساحة 12 ألف فدان، وأقيمت المرحلة الأولى منها على مساحة 4000 فدان. احنا محتاجين نتحرك بوعي وبهمة وبإخلاص وبأمانة أكتر من كده بكتير. وخلينا نتكلم عن المشروع دوت، لما اتكلمنا على ان احنا هنعمل خلال الكلام ده، انا اتحدثت فيه من سنتين او اكتر، وقلت ان احنا محتاجين كدولة نتحرك بشكل موازي مع اليات السوق الحر اللي موجودة في مصر عشان نخفف ما امكن من التكلفة اللي بيتحملها كل المصريين وخاصة اللي هم محدودي الدخل. وزي ما اتقال هنا كده ان المشروع ده يعني هيطلع 25 ألف طن سمك في الاخر. يمثل المشروع احد الحلول الناجزة للدولة في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، نظرا لتوفر فرص العمل، اضافة لاهمية الاستراتيجية في القضاء على الفجوة الغذائية في مجال الثروة السمكية. تم تنفيذ الاتي في مشروع الاستزراع السمك المتكامل غليون كمرحلة اولى. استزراع 1359 حوض للأسماك البحرية والجمبري وأسماك المياه العذبة. إنشاء منطقة صناعية مساحة 55 فدان تتكون من مصنع تجهيز الأسماك والجمبري بطاقة 100 طن في اليوم، مصنع إنتاج أعلاف الأسماك والجمبري بطاقة 180 ألف طن في العام، منهم 120 ألف طن أعلاف الأسماك و60 ألف طن أعلاف الجمبري. واستكمالا لما تم إنجازه في المرحلة الأولى للمشروع، وضع الرئيس السيسي حجر الأساس للمرحلة الثانية للمشروع على مساحة 2815 فدانا، ومن المخطط إقامة المرحلة الثالثة على نحو 5000 فدان. بتلك المعطيات بات مشروع مزارع غليون بارقة أمل لملايين الشباب المصريين خاصة في المحافظات الساحلية، بعد أن فتح أمامهم فرص عمل حقيقية وحول المنطقة بأسرها إلى مستقر لحياة جديدة. إذن هذا أحد أهم المشروعات المستقبلية للشعب المصري خلال السنوات المقبلة. للمزيد نتابع في هذا الملف هذا اللقاء مع المهندس عماد وصفي، وكيل وزارة ورئيس الإدارة المركزية للثروة السمكية بمنطقة وسط الدلتا. أهلا بحضرتك باشمهندس. يعني كنا دائما نقول انه لدينا ثروه سمكيه لانه نطل على بحرين الاحمر والمتوسط، كذلك نهر النيل. اما هذا المشروع وهو اكبر مشروع للاستزراع السمكي في الشرق الاوسط يمثل نقله، لانه ربما تعرضنا لمشكله في مساله الثروه السمكيه. هل من توضيح في هذا الامر؟
بداية أهلا وسهلا بحضرتك، وأحب أوجه التهنئة للشعب المصري كله على الإنجاز اللي تم النهاردة في محافظة كفر الشيخ اللي هو مشروع بركة غليون. وهو ما نقدرش نقول أنه مشروع، كلمة مشروع لا تكفي نقول أن ده مشروع، لكن ده حضرتك زي ما تفضلوا يعني أطلقوا عليه المدينة السمكية. بالفعل في حضرتك في كل بلاد الدنيا في مشاريع، في حاجات كل واحدة منفصلة ده ممكن يبقى مشروع في حد ذاته، لكن كنت تجمع في هذا المكان بهذا الكثافة وهذا إن شاء الله الكم المنتظر من الإنتاج، ده إعجاز حقيقته مصر النهاردة بأولادها وعلى رأسهم فخامة السيد الرئيس. جميل. الانعكاسات ده على الناس، يعني حجم الإنتاج ووصوله للناس، لأنه يعني طبيعي أن هناك ثروة حيوانية، ثروة داجنة، وربما يعني تصبح الأمور اهتمام أكبر بالثروة السمكية، أو أنها تحل محل الاستهلاك لدى بعض الناس إذا كان الجانب الاقتصادي أفضل لهم. كيف نوصف أيضا هذا الأمر؟ ماذا في أيدي الناس؟ هو حضرتك احنا عندنا مصادر البروتين تقريبا اللي هي البروتين الحيواني، ثروه حيوانيه، ثروه داجنه، السمك. جميل. وهو البديل الاكثر طلبا ورغبه في لدى جمهور المستهلكين، واقل سعرا بمقارنه بالبدائل الاخرى او معدل ارتفاع الاسعار فيهم، يعتبر برضه لازال السمك افضلهم من حيث السعر برضه. يعني فهو منتظر مفهوم. حضرتك التركيز مع السمك. يعني يعني الكمية التي ستصل إلى الناس، كم كان استهلاكنا في مصر؟ إذا كان عند حضرتك يعني نوع من المقارنات الكمية، لا أتحدث عن أرقام بعينها، لكني أتحدث عن مقارنة بالنسب على الأقل. هو حضرتك احنا بننتج حوالي 1.5 مليون طن الإنتاج العام من مصر، وبنستورد حوالي 300 ل 350 ألف طن اسماك من الخارج، سواء اصناف شعبيه زي الماكريل والسردين والعائله ديت، او اصناف اخرى زي مثلا الهارنج اللي هو بيتعمل منه الرنجه او التونه. ولكن حضرتك عندنا 1.5 مليون طن، هو وصلنا لمعدل استهلاك حوالي 19 كيلو متوسط الفرد في جمهوريه مصر العربيه، لكن مأمول يوصل احسن من كده، والمأمول 19 هتنخفض 19 كيلو في مده متوسط الفرد إيه؟ ده حضرتك في السنه 19 كيلو متوسط استهلاك الفرد في السنه. أعتقد 19 كيلو متوسطات اللحوم اكثر ودواجن اكثر بكثير من الاسماك. لا هو حضرتك بالنسبه للسمك يعتبر متوسط مقبول جدا ومقارب للمستويات العالميه، لكن احنا طمعانين في المزيد، لان خاصه يعتبر السمك من السلع او من البدائل البروتينيه اللي ملهاش يعني كل مشاكل الكوليسترول او الدهون زي مثلا اللحوم الحمراء او غيره يعني. وبعدين عليها اقبال بالشعب المصري، وهي يعني وجبه غنيه بالبروتين، فيها فوسفور، فيها يعني كل المطلوب لتكوين الجسم. طيب خليني مش بس حضرتك بروتين، حضرتك لا ده حضرتك سؤال برضو يعني ربما ورد بخاطر ناس كثيره، لانه عندما نقوم بشراء الأسماك فدائما يفارقون ما بين أسماك المزارع وأسماك البحر، هل هناك فارق حقيقي في التغذية أو في القيمة الغذائية أو غيره، أم أنه يمكن الوصول بالاستزراع السمكي إلى نفس النمط الذي يعني يحيط بأسماك البحار؟ أنا عايز أطمن حضرتك إن السمك المزارع ما يقلش لا في قيمة غذائية ولا في أي يعني مساوي وموازي اللي هو سمك اللي بيتربى في النهر، سواء أسماك البلطي أو البوري أو في البحر، كل حضرتك تركيب السمك والفائدة الغذائية واحدة. وحضرتك إذا كنا بنقول قلقانين من المزارع، فممكن نقلق من المية، ممكن نقلق من البحر، القصة أخبار حضرتك إيه، في كنترول وجودة بتتم فبينتج منتج جيد. طيب والطعم مستساغ وما يفرقش عن اللي بيتصاد من النيل او من البحر او غيرها. هل هناك هل هناك انواع محدده هي التي يتم استزراعها وتربيتها في هذه الاحواض والمزارع السمكيه، ام انه كل الانواع؟ وهل هناك احواض للمياه المالحه، ام انه استخدام المياه العذبه فقط؟
لحضرتك بالنسبه لمشروع بركه غليون بيتم فيه النوعين، النوع اللي هو الاساس بيتربى اللي هو الاسماك المياه البحريه اللي هي بتحتاج نسبه ملوحه في الميه، وفي الانواع الموجوده منها اللي هي الدنيس والقاروص واللوت وبالاضافه للجمبري. بالاضافه برضو عشان برضو في اصناف اللي هي مطلوبه ومرغوبه في الشعب في السوق المصري ومحبوبه لدى المستهلك اللي هي البوري والبولتي، ودي تعتبر بتربى في مياه عذبه، والاثنين موجودين هناك، وفي محطات ري عملاقه موجوده بتعمل خلط وبتدي النسبه معدل الميه اللي تناسب كل نوع، وده برضو عشان يوفي كل المستويات وكافه القدرات الشرائيه برضو. يعني البوري مياه عذبه ومياه مالحه في نفس الوقت اعتقد. هو حضرتك البوري بيعيش في المياه المالحه ويتربى في المزارع في مياه عذبه. طيب. والبولت بيعيش في مياه عذبه طبعا. طبعا طبعا. السؤال بقى يعني يمكن الذي يخص معظم الناس او يرد على خاطرهم، في الفتره الاخيره ارتفعت اسعار كل شيء بما في ذلك الاسماك، لكننا ربما ايضا تابعنا انه في قيمه مبالغه جدا في الاسماك، يعني لا يمكن ان تكون هذه هي القيم الحقيقيه، زياده شهريا تقريبا عند يعني معظم تجار الاسماك، وبالتالي اعتقد انه هذا المشروع سيسهم بشكل كبير في انخفاض الأسعار إلى أي مدى وإلى أي حد؟ لذلك سألت حضرتك على كم كنا نستهلك وكم متوقع وخلال كم عام سنستطيع أن نقول أنه الأسماك هي القيمة الغذائية الأولى بالنسبة للشعب المصري، أقصد طبعا كمصدر بروتيني. هي بالفعل زي ما حضرتك تفضلت الأسماك القيمة الغذائية الأولى في مصر حقيقي، والأسعار يمكن هي بس في الفترة الأخيرة بداية من أوائل 2017، وده جه مباشرة بعد ارتفاع سعر الصرف وتحويل السعر، حصل انت عارف نوع من العشوائية في السوق بالظبط، ارتفاع في كل الخامات والمستلزمات، لأن زي ما حضرتك تعلم إن الأسماك المزارع العلف اللي بيتغذى بيه مكوناته أغلبها بتبقى مستوردة من الخارج مرتبطة مباشرة بسعر الصرف الدولار، فرفعت مثلا سعر طن العلف كان حوالي 5000 جنيه وصل ل 8 وعدى 8 وشويه. بالاضافه لارتفاع سعر السولر. بالاضافه ان حضرتك ان السمك في كمنتج في حلقات وسيطه بتمر بيه. طبعا كل حلقه وسيطه بتحتاج هامش ربح. طبعا. بالاضافه في نقل بيتم. فطبعا كل ده حضرتك كل الناس كل حلقه من دول فيها يعني هذا الارتفاع مع طبعا في شيء من المبالغه قد يكون، لكن مش بالدرجه لان هو الارتفاع طال كل شيء حضرتك سواء سمك او غيره. مظبوط، لكن يعني حضرتك يمكن هذا القطاع شهد ولكن يعني شهد ويعني كلنا لنا نفس التجربه الشخصيه، يعني يمكن حضرتك لو رحت في كل شهر بتجد زياده يقول لك اصله بتيجي الاسماك اغلى الشهر ده، وبالتالي يعني مش انا اللي بستغل، وهكذا الحلقات اللي حضرتك تفضلت هوضح عنها. هوضح لحضرتك الجزئيه دي. حضرتك سعر السمكه دي ما ينفعش طالما وصلت للحجم التسويقي اخليها في الحوض، لان حضرتك دي تكلفه عليا لانها بتاكل اكتر على الفاضي. بتاكل واخد بالك، وفي الاخر بتبقى في نسبه ثبات في الحجم مش هتديني زياده في الوزن. بالاضافه لو اتصادت لازم بتتباع في اسرع وقت، لان السمك اللي طالعه طازه قيمتها وهي بتتباع طازه مش وهي بتتباع يعني اقل طازجه او بيتت واتجمدت. فدي طبيعه خاصه مخصوص يعني خاصه بالسمك. بالاضافه حضرتك لو عملنا دراسه تاريخيه للاسعار ما بين البدائل الثلاثه اللي هم اللحوم الحمراء، الدواجن، الاسماك، هتلاقي معدل الارتفاع فيها اقلهم الاسماك. ولكن احنا ان شاء الله طالما حضرتك ادي المشاريع شغاله وربنا يزود الخير ان شاء الله، في طبعا المعروض هيزيد، وده بطبيعته هياثر على السوق وهيعمل نوع من الارتياع والمعروض موجود، وبالتالي هياثر على السعر بالاقل طبعا، ويكون اقل من كده كتير. بس يعني حضرتك لازم برضو نبقى متخيلين ان في الانخفاض هيكون نسبي وليس مطلق زي ما الناس متخيله، لان في تكلفه بتتم للمنتج. لكننا يعني في اطار هذا المشروع الكبير العملاق وفي اطار بشرة الخير التي زفت الى المصريين اليوم من خلال وجود الرئيس ودعمه لمثل هذا المشروع الكبير، لا يعني اكيد ايضا بننتظر الكثير
والكثير، يعني ربما يأتي القادم بحتى أكثر مما نتخيل ونتوقع. شكرا جزيلا على وجودك معنا على شاشتنا، المهندس عماد وصفي رئيس الإدارة المركزية للثروة السمكية بمنطقة وسط الدلتا، شكرا لك. وحصد الليلة ما يزال فيه المزيد، وفي بعد قليل خطة تحقيق الأمن الغذائي في مصر حلول ناجحة وخطوات سريعة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في ثاني ملفات حصادنا الإخبارية، ودائما مرحبا بحضراتكم. في هذا الملف ستنضم إلي ضيفتنا الدكتورة منى محرز، أهلا بحضرتك يا دكتورة. وحضرتك بتشرفينا، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والدجنة، لدينا الكثير لنتحدث عنه. مرحبا بك دكتورة منى. لكن في البداية سنتحدث عن مشروع المليون ونصف المليون في الدان، وليس انتهاء عند أكبر مدينة للاستزراع السمكي في الشرق الأوسط وأفريقيا أيضا، لكن مصر تمضي بخطى سريعة وناجحة لسد الفجوة الغذائية وتوفير الطعام، فتضع الدولة الأمن الغذائي في مقدمة الأولويات بما يضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية والاستراتيجية. وهذه الاستراتيجية القومية بالطبع وضعتها الحكومة المصرية، وتتمثل في تطوير القدرات الذاتية أولا، ومن الناحية الأخرى تقليل الفاقد من الغذاء، وأيضا الحد من نزيف العملات الأجنبية المهدرة في استيراد الاحتياجات الأساسية، بالإضافة أيضا إلى الحد من ملوثات الغذاء للحفاظ على صحة المصريين. إذن مشاهدينا الكرام، نتابع معكم الآن مع الزميلة رغدة منير مزيد من التفاصيل حول الفجوة الغذائية وجهود الدولة في مجال الأمن الغذائي. إليك رغدة، ماذا لك من تفاصيل؟ أهلا بك رغدة، وثم نعود بعدها للدكتورة. بالطبع، أهلا بك زميلي محمد، وأهلا بك لبنى، وأرحب بك دكتورة منى ضيفة كريمة معنا في استوديو قناة أون لايف. أهلا بكم مشاهدين. أهمية قصوى توليها الدولة لتحقيق الأمن الغذائي ظهر جليا خلال افتتاح الرئيس السيسي عددا من المشروعات القومية في كفر الشيخ، نستعرضها سويا عبر إلقاء الضوء أولا على الفجوة الحالية ثم آلية سد العجز. عام 2016 بلغ حجم الاستهلاك المحلي من اللحوم 745 ألف طن في المجمل، بإنتاج محلي بلغ 230 ألف طن، وكانت الفجوة الغذائية 515 ألف طن بنسبة اكتفاء ذاتي تبلغ 30.3%. أما في الدواجن فقد بلغ الإنتاج 1,800,000 طن، في حين كان حجم الاستهلاك 1,901,000 طن، وبلغت الفجوة الغذائية 101,000 طن بنسبة اكتفاء ذاتي بلغت 94.6%. إلى الأسماك، حيث بلغ حجم الاستهلاك 1,886,000 طن، أما الإنتاج المحلي فقد بلغ 1,460,000 طن، وبلغت الفجوة الغذائية 246,000 طن بنسبة اكتفاء ذاتي بلغت 86.9%. إذن بصراد الأرقام السابقة يظهر جليا وجود فجوة في إنتاج اللحوم والدواجن والأسماك، ما رفع فاتورة الاستيراد في السنوات الثلاث الأخيرة. ففي عام 2014 بلغ حجم الاستيراد 701,000 طن بقيمة 1,962,000,000 دولار، بينما في عام 2015 بلغ 726,000 طن بمبلغ 2,218,000,000 دولار. تم استيراد في عام 2016 760,000 طن بمبلغ 1,935,000,000 دولار. ونتيجة لما سبق، حاول جهاز مشروعات الخدمة الوطنية تقديم مساعدات للقطاعات المختلفة لسد تلك الفجوة، والتي تمثلت في توريد 300,000 طن من اللحوم والدواجن، إلى جانب تسليم وزارة التموين إلى 50% منها، بالإضافة إلى توريد 210,000 طن من القمح عالي الجودة، علاوة على إنتاج وتوزيع 23 مليون عبوة البال للأطفال بسعر مخفض.
وزارة الزراعة بدورها أعلنت عن خطة لتحقيق الأمن الغذائي تتمثل في جوانب عدة لتوفير المحاصيل الاستراتيجية، أبرزها تطوير القدرات الذاتية خاصة لتوفير السلع الاستراتيجية والرئيسية وعلى رأسها القمح والألبان والسكر، بالإضافة إلى خفض معدلات الفاقد من الغذاء وربط المزارع بالأسواق، وأيضا وضع نظام قومي لتقسيم ملوثات الغذاء خاصة في مرحلة الإنتاج وذلك بعد وصوله إلى الأسواق. إذن هي رؤية طموحة تبنتها الدولة لمحاولة تحقيق الاكتفاء الذاتي عبر سلسلة من المشروعات التنموية الضخمة، ضمانا لأمنها الغذائي ودعما لجهود الحكومة في إطار أجندة التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030. مرة أخرى نعود إلى محمد ترك ولبنى الخولي والضيفة الكريمة دكتورة منى محرز. شكرا لك رغدة على هذا العرض التفصيلي الذي تحدثت فيه الزميلة رغدة عن المشروعات الضخمة للأمن الغذائي، ونكرر التحية مرة ثانية على الدكتور منى محرز ضيفتنا في استوديو الحصاد الإخباري لقناة أونلايف، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة. إذا استمعت وشاهدت هذا التقرير أو هذا العرض التفصيلي دكتورة منى، نتحدث معك بداية، يعني بدأت الدولة المصرية بالفعل بأن تشخص الداء ومن ثم تم تحديد الدواء إذا استطعنا أن نجزه في هذه الجملة. نتحدث عن المشروعات الضخمة التي قد قدمتها الحكومة المصرية في الفترة الأخيرة، ونحن بالطبع في موسم الحصاد أو جني ثمار هذه المشروعات، فلتحدثينا عنها. الحقيقة الدولة مشكورة والسيد الرئيس إدى تكليفات بأن احنا سد العجز اللي موجود عندنا في قطاع البروتين الحيواني تحديدا، ويمكن المشروع الهام اللي النهارده تم افتتاحه هو احد المشروعات اللي تم انجازها في اقل من الزمن المحدد، يمكن كان المفروض سنتين، هي اخذت سنه ونص، وكان انجاز عظيم جدا. النهارده احنا كنا في احتفاليه كبيره، الكل سعيد بيها وسعيد بالانجاز، وسعيد لان اختيار المكان كان موفق جدا، لان هذا المكان حقيقة الامر كان بداية هو مكان للهجرة الشرعية الغير شرعية للشباب، وكان بيؤدي الى وفاة العديد من المصريين، ودي كانت نقطة هامة بجانب تقصدي خلق فرص العمل في هذه المنطقة. اكيد لان حضرتك المشروع مقام على 12000 فدان، المرحلة الاولى 4000 فدان، تم تشغيل 5000 او تم تحقيق 5000 فرصة عمل في منطقة من اكثر الاماكن فقرا في مصر، وبالتالي الأهمية مش بس عشان بنتج أو بحقق جزء من الأمن الغذائي الهام للبروتين الحيواني، لكن تحقيق فرص عمل كانت من الحاجات الهامة اللي تم وضعها في الحسبان. دكتور منى، يعني الموضوع الحقيقة ليس سهلا بأي حال. صحيح. احنا بنتكلم عن حوالي أو قربنا على 100 مليون مواطن داخل مصر، يعني هم 104، لكن في عدد بره، احنا نزل في الداخل أقل من ذلك، لكن تتحدثين عن أمن غذائي، هذا أمر للغاية صعب. نتحدث عن أنه الهرم الغذائي يحتاج أنه في مزروعات للناس الخضار والفاكهة وغيره، وفي المواد البقالة، ويأتي بعد ذلك ضرورة أنه في ثروة حيوانية ودجنة وسمكية. ربما بعض الناس في الفترة التي عانوا فيها استغنوا عن عدد كبير من المرات كانوا ما بيأكلوش بروتين، يعني أو قللوا من استهلاكهم. النهاردة احنا في مشروع قد يمثل عبقرية حقيقية بالنسبة لأمن المواطن الغذائي خلال السنوات اللي جاية. إلى أي مدى وهل نحتاج للمزيد؟ لأنه الرئيس وضع أيضا حجر أساس لمرحلة ثانية، وبالتالي احنا بنتحدث عن مشروع قومي حسب ما أنا فاهم. هنغطي قد إيه دلوقتي وناقص قد إيه عشان خاطر المواطن يشعر بتحسن حقيقي، والتحسن مش فقط في الكمية، لابد أن ينعكس سعرا. تفضلي فندم. ونوعية طبعا. الحقيقة المشروع ميزته انه مشروع متكامل. وما كانش عندنا في مصر احنا مشروع متكامل من الالف للياء في انتاج او في مشروع بيحقق لنا هذا الكم من الانتاج السمكي المتنوع. بمعنى ان نلاقي عندنا استزراع سمكي، نلاقي عندنا مصانع اعلاف، هنلاقي، انما عملية ان يكون في مشروع متكامل، موضوع ان انا عندي كمان انتاج الزريعه، يعني المفرخات اللي بتنتج الزريعه اللي هتاثر ايجابا على المنطقه المحيطه، انهم ياخدوا زريعه عشان يربوها وينتجوا منها. احنا عادة كنا بنستورد الزريعه قبل كده؟ لا، احنا عندنا انتاج زريعه. لا مش بتكلم دلوقتي، يعني بتحدث عن الماضي.
لا احنا عندنا انتاج زراعي وبتقوم بيه الثروه السمكيه وعشان ننمي البحيرات وخلافه وبنبيعه كمان واحنا بنصدر احنا فعلا مصدرين من الزريعه. لكن وجود زريعه في هذا المكان تحديدا اللي هو كفر الشيخ اللي فيه استزراع سمكي هيعمل تنميه في هذا المكان، لان الزريعه هي زي ما بنقول التقاوي اللي بيبتدي تديني السمك في الاخر. فوجود هذا المكان بادي من المفرخ وبعد كده بيبقى احواض التربيه هي دي النقله النوعيه. بعد كده عنده مصنع لانتاج اعلاف الاسماك. وكان زمان الاسماك ما كانش فيه حاجه نظاميه لوجود الاعلاف، لكن الحقيقه نمت في الفتره الاخيره. لكن هذا المصنع اللي تم انشاؤه هيخدم المشروع وهيخدم كمان المناطق اللي حواليه. عندهم مصانع لإنتاج التلج المجروش والألواح، ودي أساسها للحفاظ على سلامة وجودة الأسماك. لأن كان عملية تداول الأسماك بالطريقة التقليدية في عبوات من الخشب النهاردة اتغيرت، لأنهم عاملين عبوات في مصنع لإنتاج العبوات الفوم اللي هي الآليات الحديثة والصحيحة لنقل وتداول الأسماك. وكمان موضوع الصيد الحر حتى في المناطق في البحيرات أو البحر محتاج ألواح تلج عشان يحافظ على الأسماك في نقلها، وعملية التلج المجروش في المزارع السمكية. كل ده للمشروع ولخارج المشروع. أنا بتكلم على أساس أنه مش بس داخل المشروع هيكون في عائد على المجتمع، لا كمان المجتمع الاستزراع السمكي في مكان كفر الشيخ او في محافظه كفر الشيخ هيكون كمان في عائد بالنسبه له. الحاجه الثانيه كمان عندهم صالات تجهيز، احنا ما كانش عندنا صالات تجهيز بهذا الشكل، ان هي تديني اسماك مبرده ومجمده ومطهيه ونصف مطهيه، وكمان التغليف والتعبئه على نظام عالمي. كل ده بيدي صوره جيده لعمليه مش بس بنتج، لا ده انا كمان بحافظ على التداول وانه يوصل بالشكل الامن والصحي للمواطن. نعم. بالنسبه لنوعيات الاسماك كمان اختلفت، لان المكان ده كمان فيه ميزه اخرى فيه ان في مياه البحر اللي هي مياه مالحه وفي كمان مياه عذبه، وبالتالي هنا عندي تنوع في الاسماك اللي انا بستزرعها. انا كنت بتسائل عن وجوده بقرب البحر يعني بالظبط. يعني حتى جه في دماغي يعني اذا كانت المياه عذبه فلما نقيمه ناحيه البحر؟ هناك أيضاً فهمت. طبعا يعني هناك ايضا سؤال اخر يطرح نفسه في الحديث عن يعني هذه المزارع والمشروعات الضخمه لانتاج الثروه السمكيه. يعني مصر تتمتع بالعديد من البحيرات الكثيره وايضا نهر النيل كمياه عذبه وايضا البحر الابيض المتوسط والبحر الاحمر. اذا ما هو يعني الدور الذي تقوم به هذه المشروعات الضخمه وتحديدا عن المشروعات الخاصه بالمزارع السمكيه على الرغم من توافر العديد من البحار والبحيرات داخل الوطن؟ ما زال الصيد الحر صيد غير معلوم كمياته الا بعد الصيد، لان مكان مفتوح زي البحار والبحيرات. انما الاستزراع السمكي زي المشروع القائم دلوقتي بيبقى محدد، معروف ان الحوض مساحته كذا، بحط فيه زريعه قد كده بيطلع لي عدد اسماك بعد فتره معينه بوزن وكم وحجم واضح. دي بقى بنسميها التربيه النظاميه للاستزراع السمكي. وبالتالي هنا احنا عندنا زي ما انا عايزه اكمل حته بتاعه حضرتك، هو ليه ملح وليه عذب وليه هنا النهارده بطلع اي بطلع بطلع جمبري، بطلع دينيس وقاروس. ايوه بطلع دينيس وقاروس، بطلع كمان البوري والبلطي اللي هو الاكل الشعبي. ليه؟ لان انا عندي تنوع مائي في المنطقه المقام فيها المشروع، ودي ميزه نسبيه لان انا كل حاجه ليها موسم مفصول فيكون عندي انتاجيه طول الوقت. يعني لاننا نتحدث عن الامن الغذائي في مصر، فالسمك ده النهارده المشروع القومي ده مهم للغايه، لكن لدينا ثروه حيوانيه أعتقد إنها للغاية مأزومة في الفترة الماضية أتحدث، والثروة الداجنة كمان، لأنه في النهاية أنا أعرف أنه الأزمة موجودة أم لا بوصول ده للناس وبالأسعار. ماذا أيضا لدينا من مشروع يمكن أن يعد مشروعا قوميا، أو ماذا نحضر له في الثروة الحيوانية والثروة الداجنة؟
أنا عايزة أقول إن قطاع الثروة الداجنة قطاع فاعل وقوي جدا في مصر. إحنا بننتج 1,300,000,000 دجاجة في السنة، وبنستورد 5% فقط من احتياجاتنا. لازم الناس يعني كلها تعرف كل ما قيل عن الاستيراد ومشاكله ده بنتكلم في 5% فقط بالظبط كده. والعرض كمان هنا كان بيأكد اللي أنا بقوله، إحنا بنستورد 5%، إنما عشان صناعة الدواجن مشروع كثيف العمالة فدايما الدولة بتشجعه. مش بس ان هو بيدينا لبعد اجتماعي، لبعد اجتماعي بيشتغل في هذا المشروعات من 2.5 لـ3 مليون عامل، وده كم كبير جدا. الدواجن لما بنيجي نحسب التكلفة بتاعتها النهاردة أسعارها رخيصة، أسعارها في المزرعة 19 جنيه كيلو، وده أقل من ولكن التكلفة. ولكن عندما تصل إلى المناطق يكون السعر أكثر ارتفاعا من هذا حقيقي عملية تداول أو يعني وصول المنتج الدوائر من المنتج الى المستهلك. بنجد فيها الحقيقه عدد من السمسره بتؤدي الى ارتفاع الاسعار. ودي حقيقه يمكن الايام الجايه بنضع لها خطه بس التسويق. 3 مليون فيهم جزء بيعملوا في هذه الدوائر، مش كلهم بيعملوا في يعني فقط في الانتاج الدواجن، في نقل يعني الناس دي كمان لازم تكسب، لا لازم تشتغل. كلام حضرتك مظبوط، ويمكن ده اللي كان قلقنا الفتره الحاليه ان بيبيعوا اقل من التكلفه، لان انا علشان هذه الصناعه تزدهر لازم المنتج يكسب مكسب عادل، والمستهلك كمان ياخد المنتج باسعار عادله. يعني دايما ما نقولش رخيص وغالي، لكن اقدر اقول سعر عادل للطرفين عشان الاستمراريه، عشان انا لو انا فقدت اللي بينتج الاسعار بعد كده هتبقى مرتفعه جدا، لان المعروض هيبقى قليل. انما الدوله حاطه خطه استثماريه للاستثمار في قطاع الدواجن، واحنا عندنا مستثمرين متقدمين فعلا للوزاره، واستثمارات تعادل 15 مليار، والخطه اللي جايه انهم ينتجوا 300,000,000 طائره، يعني اكثر من الفجوه اللي احنا محتاجينها. يعني هل من الممكن دكتور منى ان نصل الى مرحله انه لا يكون هناك باي شكل من الاشكال استيراد لاي نوع من الدواجن من الخارج؟ الدواجن ان شاء الله في فتره زمنيه وجيزه هيبقى عندنا اكتفاء ذاتي وهنصدر، خاصة ان احنا فاتحين استثمارات في مناطق معزولة، ومنها المشروع كان لسه مفتتحينه مشروع الجدود اللي في توشكا. واحنا بنشجع الاستثمار في قطاع في هذا القطاع في الاماكن الصحراوية، لانها اماكن معزولة نقدر نصدر منها بسهولة، وهو ده العائد المجزي اللي هيبقى بعد كده، لان يمكن يكون العائد هيبقى داخل مصر لو احنا حققنا الاكتفاء الذاتي، مش بالكم اللي هيرضي المنتجين، لكن عملية التصدير ممكن تفتح لهم آفاق أكبر ان هم يحققوا عائد من التصدير. ده قطاع الدواجن، وعندنا مشروع 1,500,000 فدان، يعني عندنا أمل كبير في انه نسد الفجوة الغذائية بشكل أو بآخر في الخضروات وغيرها. والاسماك الحمد لله النهارده اطمأنينا بشكل كبير جدا، والمستقبل سيكون افضل. انا نفسي اشكر الدكتور سياده اللواء حمدي بديل على المجهود اللي قام بيه في الفتره اللي فاتت، والحقيقه عمل منظومه نبيل. النهارده اللي شفناه كان مبهر، كان مبهر حقيقي يعني. مبهر حضراتكم شفتوه لاول مره، انما احنا يعني شفناه طبعا قبل كده، لان احنا مشاركين مع القوات المسلحه. القوات المسلحة الحقيقة اللي هو حمدي بدين عامل منظومة من رجال الخدمة الوطنية، وإحنا كوزارة زراعة والثروة السمكية ومركز البحوث الزراعية والجامعات عامل منظومة متكاملة، لأن النهاردة الفكرة مش أن القوات المسلحة اللي بتقيم بتمشي المشروع، هي بتعمل ليدر أو بتقود المنظومة. وزي ما حضراتكم النهاردة شفتوا الشباب اللي من المناطق المحيطة اللي بيشتغل، ودي نقطة يعني جوهرية، لأن هم قطاع عندهم نظام، وقطاع عنده بيشتغل بشكل مؤسسي، ان هو ينقل هذه الآليات للقطاع المدني. هي دي الميزة اللي احنا بنتكلم فيها، مش بس ان انا بشتغل منفرد، لا الحقيقة يعني تنسيق وتعاون فيما بين الجهات المختصة، لكن الحقيقة الجميع قام بمجهود كبير. صحيح. والحقيقة مشروع مشرف، ومشروع احنا عايزين نقول يمكن الوحيد في الشرق الأوسط اللي بهذا النظام وهذه الدقة. النهاردة يوم يضاف إلى
أهم أيام التاريخ المصري، رغم أنه في الآخر هو مشروع الناس بتعتقد أنه استزراع سمكي أنه مشروع اقتصادي بشكل ما، لا يعني إن شاء الله يكون مشروع تاريخي ينقذ مصر في سنوات قادمة. بس حضرتك مش هنخلص برضو غير لما تقولي لي الثروة الحيوانية أخبارها. وكمان هو نموذج للمستثمرين، أنا النهاردة بدي نموذج حي. نعم. النهاردة اللي يستثمر يجي يستثمر بهذا الشكل، بهذا الشكل متكامل عشان يديك عائد في الآخر. فهو نموذج، نموذج يحتزى به. طيب. في الاستثمار فاضل أقل من دقيقة. الانتاج الحيواني. الانتاج الحيواني زي ما حضراتكم سمعتوا أن في مشروعات قومية من السيد الرئيس النهاردة. مشروعات القومية دي في منطقة النبارية بيعملوا مشروع متكامل. مشروع المتكامل ده هيبقى من الأمهات وكمان تربية العجول والمجازر والتصنيع وتصنيع الألبان ومنتجاتها، فيبقى مشروع متكامل زيه زي مشروع النهاردة. وانا يعني ان شاء الله يكون مشروع يعني واعد. نزف هذه البشرة ايضا للمواطنين المصريين فيما يخص ايضا الحمى الحمراء. يعني افردنا الحديث معك دكتورة منى في الحديث عن الثروة السمكية وايضا الدواجن، قطاع الدواجن وايضا اللحوم الحمراء. يعني نشكرك جزيل الشكر على هذا الحوار المثمر. معنا في حصاد اونلايف الدكتور منى محرز نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة. نشكرك جزيل الشكر. شرفتينا يا دكتورة. شكرا. أهلا بيكي. أهلا وسهلا. ومشاهدينا الكرام، حصاد ليلى ما يزال فيه المزيد في ملفه الأخير، ولكن بعد الفاصل. الرئيس يطمئن المصريين، مياه النيل مسألة حياة أو موت، ولا أحد يستطيع المساس بحصة مصر المائية. أهلا بكم من جديد في آخر ملفات حصادنا الإخباري وعن سد النهضة. في هذا الملف الثالث لهذه الليلة، فمنذ بداية أزمة سد النهضة اتخذت الدولة المصرية نهج تجنب الصدام مع منح الحوار أولوية لضمان حقوق المصريين في مياه النيل، أخذة في الاعتبار حق كل دولة في التنمية. ولكن بعد سلسلة من الحوارات تنصل الجانب الاثيوبي عن الاتفاقات والمحاضر الرسمية، إلا أن رد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حازما بأن الأمن المائي مسألة حياة أو موت. المزيد في سياق التقرير التالي ثم نعود. من الطبيعي أن يمتد أمن مصر المائي إلى المنابع الرئيسية في حوض النيل، اتصالا بالأهمية غير المحدودة للنهر الخالد الذي يفيض على مصر سنويا بنحو 55 مليار متر مكعب من المياه. ولهذا السبب خاضت مصر نقاشا طويلا مع السودان وإثيوبيا حول بناء سد النهضة بشكل يحافظ على حقوق مصر المائية ولا يعرقل مساعي التنمية. فتمت عشرات الاجتماعات واللقاءات الرسمية والفنية انتهت باتفاق المبادئ الذي يمنح لشركات الاستشارية المختصة الفرصة في وضع الدراسات اللازمة لإنشاء هذه السدود. وبعد أشهر عديدة خرجت أديس أبابا عن التزاماتها وعرقلت اعتماد التقرير الاستشاري الذي صدر عن شركات محايدة ووضع نقاط أساسية لحل الخلافات حول مدة ملء خزانات السد وعدد فتحاته. وأمام هذا التراجع كان تحذير الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحا بأن مياه النيل مسألة حياة أو موت. مية مصر ده موضوع ما فيش فيه كلام، وأنا بطمنكم لأن ومش تطمنكم كلام، محدش يقدر يمس مية مصر. احنا اتكلمنا مع أشقائنا في السودان وفي أثيوبيا من الأول خالص على ثلاث عناصر، منهم عنصر عدم المساس بالمية، وكلنا بنقول ان احنا متفاهمين التنمية وده أمر مهم، لكن قدام من التنمية دي في قدام منها مية تساوي بالنسبة لنا مش تنمية بقى، ده حياة أو موت لشعب. وزارة الخارجية من جهتها وصفت تراجع أديس أبابا بأنه هادم للثقة بين الأطراف الثلاثة، وكلف الوزير سامح شكري السفراء بالخارج شرح الموقف بأكمله للمجتمع الدولي وكذلك جميع الإجراءات التي تحافظ على المصالح المصرية. وبهذا تؤكد الدولة المصرية أنها تجري حساباتها بدقة شديدة
ولا تتسرع في الحكم على المجريات، وهو ما ظهر من الاجتماعات والتصريحات الرسمية التي تعاملت بواقعية شديدة دون انفعال، لكن في الوقت نفسه متمسكة بحقوق مصر واعتبار أن قضية المياه أمنا قوميا لا مساس بها. ولإثراء الحديث أكثر حول مشروع سد النهضة الإثيوبي، معنا مباشرة الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. مرحبا بك دكتور أيمن. يعني نبدأ معك الحديث الآن من حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن أمن مصر المائي مسألة حياة أو موت، ما هو تعليقك على هذه الجملة تحديدا فيما يخص سد النهضة الإثيوبي؟ صباح الخير. اولا انا لست في جامعه القاهره الان، لي الشرف ان انا اعقب على التصريحات الحاسمه القاطعه المانعه القانونيه المنضبطه للسيد الرئيس، بل الموقوته في ظرف تاريخي عصيب ولحظه خطيره عصيبه كشفت عنها توقف المفاوضات ما بين الدول الثلاث اطراف ذلك الاتفاق، مصر السودان إثيوبيا، في نهاية الأسبوع الماضي. وفوجئت جمهورية مصر العربية تحديدا بأن إثيوبيا تتحفظ على التقرير الفني الاستشاري للمكتب الذي كانت اختارته، المكتب الفرنسي الدولة الإثيوبية، والذي يتحدث أو يقرر تقارير فنية تحدد حقوق لمصر وأيضا التزامات محددة على إثيوبيا، باعتبار أن العلاقة من وجهة نظر القانون الدولي والقانون المدني حتى بين دولة المصب جمهورية مصر العربية هي الدولة الدائنة، باعتبار أن موقفها الجغرافي هو الأصعب وموقفها المائي هو الأعصب تجاه دولة إثيوبيا باعتبارها الدولة المدينة لمصر، وإثيوبيا هي الدولة القوية، دولة المنابع الرئيسية للمصادر المائية التي تصل إلى جمهورية مصر العربية. لذلك فالسيد الرئيس حديث اليوم حديث موقوت وحديث قانوني في إطار القانون الدولي، لأن السيد الرئيس ترجم وعكس مبادئ القانون الدولي. نعم. بخصوص المجاري أو قانون المجاري المائي الدولي التي تستخدم في غير الاستخدامات الملاحية، بأن إذا كان لإثيوبيا حق في إقامة ليس فقط سد النهضة الإثيوبي أو أي مشاريع هندسية أو أقنية أي قنوات أو أهوسة أو خلافه في إثيوبيا هذا حق للتنمية، إلا أن ذلك الحق بموجب قواعد القانون الدولي أيضا يجب ألا تتعسف وتتجاوز دولة إثيوبيا في استخدام ذلك الحق تجاه الدولة الدائنة لها جمهورية مصر العربية بما يلحق ضررا. نعم. هو ضرر significant damage أي يعني ضرر. يعني دكتور أيمن، يعني إذا أردنا أن نسمي الأشياء بمسمياتها الصحيحة أو نضعها في نصابها الصحيح، هل ما يحدث الآن أو طبيعة هذه الأزمة هي نزاع يعني اقتصادي أم نزاع سياسي أم قانوني أم فني؟ نزاع قانوني فني، أكرر. نعم. مرة ثانية، قانوني وفني. النزاع الحاصل الآن هو نزاع قانوني وفني. قانوني حول تفسير وتنفيذ البنود العشرة، المبادئ العشرة المتضمنة في اتفاقية سد النهضة المشار إليها الموقعة بين الرؤساء في 23 مارس، هذا مسألة. النزاع الفني الآخر هو تقريبا منذ بداية ذلك النزاع حول التقارير الخاصة بمعاملات أمان السد، وزي ما تقريركم المحكم أشار حول مدة الملء الأول للخزان، كيفية ومتى يتم التشغيل، وأيضا عدد الفتحات لجسم السد التي سيمر منها المياه إلى
الدولتين، دولة المرور السودان ودولة المصب مصر. النزاع في وجهة نظر كل أساتذة القانون الدولي في مصر وخارج مصر ليس نزاعا لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا تجاريا ولا حتى النزاع قانوني وأيضا فني، لأن هناك اتفاقية قانونية يعني ملزمة نتحدث وقعتها عن هذه الاتفاقية. دكتور أيمن، نتحدث عن هذه الاتفاقية تحديدا بأنها ليست جديدة ولكنها تجاوزت يعني القرنين من الزمان، ليست جديدة. لا، عن حصص مياه نهر النيل نحن سيادتك نحن نتحدث الآن والسيد الرئيس يتحدث الآن حول اتفاقية إعلان المبادئ لسد النهضة الموقعة ولأول مرة بين مصر والسودان وإثيوبيا في 23 مارس 2015. لا، أنا أتحدث معك دكتور أيمن عن تاريخ الاتفاقيات القديمة التي أنا أتحدث عنها، عن الحصص المائية، لا أتحدث عن هذه الاتفاقية تحديدا الآن. حتى الاتفاقية الحالية التي تحكم وتنظم وتؤطر العلاقة ما بين الدول الثلاث لا تختلف من قريب أو بعيد على الاتفاقيات السابقة التاريخية التي تؤكد على اعتبارات محددة لجمهورية مصر العربية لمصر باعتبارها دولة المصب. صحيح. وهذا منصوص عليه في المادة الأولى من المعاهدة التي أبرمتها بريطانيا مع الدول الثلاث كينيا أوغندا تنزانيا في عام 1929. نعم. تتحدث أن مصر بوصفها دولة مصب، والقانون الدولي للأنهار الدولية ينظر نظرة خاصة لأي دولة مصب في أي حوض لنهر دولي. إذن الاتفاقية الحالية المؤطرة للعلاقات القانونية بين الدول الثلاث ليست هي اتفاقية جديدة، ولكن نأمل أن تقوم إثيوبيا تحديدا بتنفيذ هذه الاتفاقية وبحسن نية، ليس تنفيذا وحسب ولكن بحسن نية، لأن هذه الاتفاقية يتمحور جوهر الاتفاقية على مبدأ حسن النية في تنفيذ الاتفاقيات. نعم. وحتى حسن النية من جانب إثيوبيا الدولة المدينة في اختيار مصر بكل البيانات والمعلومات حول سد. نعم. النهضة. نعم دكتور أيمن سلامة، وضحت هذه النقطة تماما، ونحن نترقب هناك زيارة مرتقبة في الشهر القادم لرئيس الوزراء الإثيوبية، سنرى في الأيام القليلة القادمة ماذا سيحدث ويتطور فيما يخص سد النهضة الإثيوبي. نشكر الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، نشكرك جزيل الشكر. إذن مشاهدينا الكرام، لن يتبقى الآن في هذا الحصاد الإخباري إلا أن نذكركم بأهم العناوين. بركة غليون أكبر مدينة للاستزراع السمكي في الشرق الأوسط وإفريقيا. تعبنا سيادتك خطط تحقيق الأمن الغذائي في مصر، حلول ناجحة وخطوات سريعة. ورئيس يطمئن المصريين، مياه النيل مسألة حياة أو موت، ولا أحد يستطيع المساس بحصة مصر. إذن مشاهدينا الكرام، نحن مستمرون معكم على رأس كل ساعة. بعد قليل نعود فنلقاكم مرة أخرى في الواحدة صباحا في أمان الله. إلى ملتقى.